وسهلا. صباح الخير. اهلا بروان. صباح الخير. ازيك؟ عامله ايه؟ اتفضلي. روان دايما انا بتابعك وبشوف اعمالك ما شاء الله عليكي مبدعه وبصي دايما بخلنا ايديها مش فاضيه. واه براويز كمان. كانت بتتكلم نواره عن البراويز من شويه وازاي ان احنا نقدر نعيد تدويرها تاني ونستخدمها بشكل جيد يتناسب مع ديكور بيتنا او مكاتبنا او محلاتنا او واتيفر. صباح الخير الاول. صباح الفل. نورانا حبيبتي. كلمينا شويه عن فكره البرواز، ازاي انا اقدر اشتغل في البرواز باكتر من طريقه حتى يصبح ان هو ديكور اقدر اعلقه في البيت. هلا هو الاهم من البرواز اللي جوا البرواز. الله. هلا انا شغلي اكثر شيء تطريز يدوي فلاحي فلسطيني بس بطريقه مودرن. يا سلام. صباح الخير. امجد. صباح الخير. يا سلام. صباح الخير امجد. يا سلام ويا صباح الثوب الفلسطيني. الله يسعدك يم الثوب مطرزتي. حلو. كلمينا الاول قبل عن البراويز. عن عن الثوب الفلسطيني والفلاحي الاول. انا بعدت شوي عن الـ 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 يعني عن الاشياء الفلاحي الاصول. اخذت القطبه بس طورتها باشياء ثانيه بمجالات ثانيه مثل شجره العيله مثل هيك مثلا اسماء العيله واسم العيله. الله. حلو. مثل هيك هاي. ممكن اشوفها؟ تفضلي. بعد اذنك. حبيت ما شاء الله الشغل مرتب ونظيف. هاي مثلا بالانجليش. الله. حلو جدا الديكور. يعني انت كان ممكن ترمي البرواز ده مش محتاجاه بس انت استغلتيه صح. جدا بالضبط. وانا حبيت انه ما مثلا ممكن تنعمل كوشن بس عشان ما هيك تنقل قيمتها حبيت انها يكون الفريم يبرزها اكثر وتضلها معلقه وتضلها ذكرى حلوه عندك بالبيت. حبيت. والثالث ده ايه؟ هذا هاي طبعا كاركترز. حبيت كله بخص العائله. هذا انه مثلا هاي عيلتي. دي عيلتك انت. هاي عيلتي انا. حاولت هيك. حاولت بظن غنى معنا صح؟ ايوه غنى معنا. هاي غنى. هاي غنى. خليني اشوف غنى هنا واقفه فين. علي وروان. اهي اهي هي اللابسه بينك دي صغننه ولابسه بينك هناك. طبعا هي قديمه شوي يعني صار لها سنه ونص عندي. هلا لازم اعمل جديد. كبروا ما شاء الله. الله يخلي لك. فكره جميله كثير. حبيت فكره ربط العيله بطريقه لطيفه. وحتى كمان على فكره اذا بدك تاخذي هديه لحدا بالضبط تخيل فكره كثير حلوه. الكل بياخذ. الكل بياخذ على عيد زواجه مثلا العيله الفاميلي لعيلتهم لاهليهم لمواليد مثلا لكثير قصص مثلا صديقتك بدك تهديها بدك. هو نفسه الكاركترز بنقدر نعمله انه انت ورفيقتك مثلا واساميكم وجمله عن الصداقه يعني مو شرط بس العيله. طب ده بيفرق معاكي مثلا اختيار البرواز نفسه قبل ما تبداي شغل؟ يعني بتقولي مثلا انا شجره العيله دي هتليق على برواز معدن سامبل جدا. بالزبط. بتقولي الصوره دي هتليق على برواز خشب. احكي لنا يعني خطوات الشغل. هلا اول شيء لون العفش البيت يعني شو الوانه. هذا اول شيء اختيار الفريم. هلا برجع الثاني خطوه ايش بدك تحطي جوا. بدك الالوان اللي بدك تختاريها مناسبه مع الفريم ولا بعيده. نعم. وهيك يعني هيك بتيجي. في مثلا اشياء بتبرز الشغل اكثر في اشياء بتطفيها. يعني لما انت تحطي بفريم مثلا ابيض وهو الشغل اصلا ابيض حيطفيها. اما لما تحطي لون مثلا برونزي او ذهبي او اسود حيبرز الشغل اكثر حيطلعه اكثر. عرفتي؟ مزبوط. روان انا بما انك حكيتي عن الثوب الفلسطيني فهو يعني بالنسبه لنا يعني اساس التراث كله. بالزبط. اللي هو التطريز يعني. خلينا نحكي عن الافكار المستوحاه بفكره البراويز. هل استخدمتي طريقه حياكه الثوب بالبراويز؟ شو الطريقه او شو التقنيه اللي استخدمتيها؟ يعني هلا الثوب الفلاحي لازم يكون فيه معدات اللي هي اللي اسمها ماركه هي بتتثبت على القماش وبنشغل نفس هو الكروس. بس هذا بشغلي انا اعتمدت على الايتامين. شيء اسمه ايتامين وانت بتطلع على لا اشرحي لي الايتامين ده بقى ايه. الايتامين هو هذا نفسه القماش هذا اللي بيكون زي مربعات صغيره عشان يبقى سهل عليك عشان هو الحياة. نفس والالوان يعني الرسمه قصدي انت
ترسميها بخيط ملون ولا كيف ما فهمت؟ لا هلا مثلا هو بيكون في شيء اسمه بترونه اللي هي زي العروسة كده. أيوة مقسم بتحطي عليه القماشة وترسمي؟ لا لا هي بترونة مرسومة على ورقة بتعدي القطب وبتبلشي هي عدد القطب وبتطبقيها على القماش. بس بعض الناس تقول لك يا طول بالك فقولي لي هي بدها طولة بال بياخد معك وقت قد ايه؟ هلا انا لاني بحبه هذا الشغل ده اللي كنا بنتكلم فيه من شويه لاني عن جد يعني بعطي من قلبي فانا هي مثلا مثل هيك انا بتاخذ معي 3 ايام ما شاء الله عن جد ما شاء الله عليك. كلها يعني طبعا انا بعملها A to Z يعني الاسفنج الاختيار الفريم انا كله بايدي الاستراس كله انا اللي حلو. طب ريوان جربتي تستخدمي غير البراويز مثلا لحتى يحتوا هاي اللوحه الفنيه الحلوه؟ عفوا مثلا انه يكون على مخده يكون طباعه يكون رسم على لوحه شيء غير انه يكون مواد ثانيه محتويها البرواز. هلا قلت لك انا ممكن أن نعمل على كوشن على مخده على اي شيء حتى على فستان مثلا داير ما فتح. حلو. بس انا بحب هي مثلا تضلها ذكرى يعني مثلا المخده حتتوسخ حتضطر تنط فيها حتبهت الالوان او حتصير هيك شيء ممل فانا حسيت انه الفريم او اللوحه بتضلها يعني بتضلها ذكرى حلوه عندك طول العمر. طب انت شفتي احنا مؤخرا بقينا عندنا ثقافه البرواز في الديكور ده شيء اساسي. يعني انت اذا عامله مثلا في البيت ليفينج روم او جايبه طقم كنب لازم فوق يكون برواز حتى لو فاضي مره شيك. حتى لو فاضي احيانا الناس بتجيب مثلا صوره جاهزه او صوره عاديه يعني مش شرط تكون صورتك انت الشخصيه. تخيلي سوري بس لانه عم اقول لك حتى لو فاضي في برواز فاضي تماما يعني قلب البرواز بس يكون نفسه. الهيكل فعلا بس الفريم محدده بس بحس كئيب جدا هذا المنظر يعني انا بصراحه حسيت طاقه كثير سلبيه بس شفتهم بتحسي كانه عم بيقول لك انه حياتنا فاضي او مثلا ما في مخرج من الحياه. هي بالاخر بترجع اذواق يعني انت شو بتحبي يعني انا مثلا انا حاطه بيتي مثلا حاطة اكسسوارات وحاطة موري وحاطة فريمات إلنا دامجة كل إشي كل إشي يعني بخطر ببالك حطيته بس الفريمات كلها متناسقة يعني مثلا اعتمدت فريم المراي كله مع المراي مع الاستراس يلبق مع المراي جبت سيرة المراية احنا البنات ما بنقدرش نعيش من غير مراية لازم يكون مثلا في غرفه كل واحده فينا في الحمام في مكتبها كل مكان وين ما اطلعي اعتمدتي على ده في مره انك تعملي برواز مثلا من بره شيء ومن جوه مرايه وتزينيه طبعا هلا عملت اطار هو مرايه اصلا تنحط بالممر او بالغرفه او وين ما بدك وبيكون داير مفاتلها كلياته مطرز تطريز نقشه على قماش وبتحطيها هو القماش نفسه وبنعمله هيك نافخ وبنبرز يعني هيك بالفريم وبالنص المراي حبيت افكارها وفي فكره ثانيه اللي هي هديك اللي هو تعليقه مفاتيح تحطي مفتاح الباب على هيئه برواز ومراي كثير فكره وشو اسمه عشان تشوفي حالك قبل ما تطلعي حلو هي عرفت في الكاليدور طيب. بالضبط او على مدخل البيت بالضبط بدنا نروح جيبه تفضلي والله عندك افكار جميله بس انت لازم روان تحولي ده لبزنس يعني انا اقدر مثلا اطلب منك طلبيه تنفذيها لي واشتريها منك كمان انت عندك حياه صح غلط يعني لو حدا طلب اكيد العكس شيء كثير حلو يعني لا اشوف انا نفسي لحظه بداوا يتمروا هلا صار فيكم تشوفوها هي علاقة مفاتيح هي على مدخل البيت بتحطيها وهي رسمة مفتاح يعني على اساس انه تبين انها للمفاتيح وبس بتحطي بتعلقي المفتاح يا سلام طبعا هذا كله انا يعني انا اللي عملت الهاند ميد يعني كله انا رح ضلني عم بتطلع هي المفروض انت بتعلقيها منها لا هاي بتعلق المفتاح منها بس مفتاح واحد عنا بس مفتاح مكتر المفاتيح عندك يا منى خزنات ما شاء الله منى فلوس مش عارفه كيف بتعلقيها من هون منى شوفي في لها مكان لتتعلق هون اوكي حلوه والله يعني فكره انا كثير بس بتعرفي شو انا فكرت المفاتيح هون بتتعلق وانا كمان مش خطر لك وانا كمان برضه خطير لا بس حبيت الفكره يعني احنا المرايه بصي ما تتسحش خدي بليز اغراضك بليز روان عشان خاطر بس احنا ايه
انا ونوار صديقتي ما بنستحملش. لا بس نوار خليني ارجع لك الموضوع اللي كنا بنتكلم روان سوري نوار اكلني عليها قبل ما نوار تجيب البرواز كنت بكلمك في انه ليه ما تحوليش الموضوع ده لبزنس. هلا المشكله انه يعني هي بدها وقت بدها تفرغ بدها بس حرام بدها عالم يعني تطلب. يعني انا ما عندي مشكله لما الواحد يعني لو حدا طلب انا في يعني قرايبي بيطلبوا بعملهم. بس قرايبك بالموني ما مش بالضبط مش بالفلوس مشكله دكاني خسران القرايب يعني هي جاليه الاردنيه امراتهم بيطلبوا مني وبعملهم يعني هن انا معتمده اكثر شيء على الجالية يعني لسه ما طلعت برا اطار الاردن ونحن رح نطلب منك ونوار تطلب منك وامجد هتطلب منك ونطلب من كل المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا نطلبوا من روان شغلها جميل تستاهل. شوف الشغل نظيف عن جد نظيف يعني بتحسي كل شيء مرسوم بدقه كل شيء مدروس بالضبط فانا كثير حبيت الشغل. ما حدا اذا شاف الشغل هذا رح يعرف انه هاند ميد راح يفكروا والله طباعة الكل بسألني هذا طباعة بقولهم لا هاند ميد بقولوا لي معقول هالقد يعني كتير هيك لا شطورة ما شاء الله عليكي يعني ده اللي احنا بنشوفه نوار في المحلات الصينية واليابانية الناس هناك بيعملوا مصانع كاملة عشان يشتغلوا الشغل ده واحنا هنا بنيجي نقول ليه احنا مش متقدمين. فاحنا نكون متقدمين لما يكون في واحدة زي روان حلوة كده احنا ندعمها ونقول للناس ان شغلها حلو واحنا كمان نساعدك ونشتري منك. واحنا اصلا في برنامج صباح الخير يا وطن دايما بنتبنى الناس اللي عندهم مواهب وندعمهم فانت واحدة منهم ومميزة كمان فما شاء الله عليكي حبيبتي وانا حبيت شغلك جدا وانا لي الشرف عن جد تعرفت فيكم طب نرجع تاني بقى لموضوع التطريز يعني قولي لي انت بتستخدمي خيط ايه في التطريز او ايه دي امساه خيط اسمه دي امساه هو اسمه طبه حرير طبب بيجي الوان ارقام يعني كل رقم لون لا مو للحياكه هذاك صوف هذا خصوصي للتطريز الايتامين اللي هو التطريز اليدوي وطبعا لكل رقم لون بتختاري حسب لوحتك حسب شو انت بدك تحطي الوان بتستخدميهم. طب اذا فكرتي مثلا تغيري اللوحه او تستخدمي هذا الشكل بغير طريقه بيكون عندك مثل فرصه انك تفكيها بسهوله او تغيريها او تخلي الفريم هو اني اشتغل غيرها اسهل ما اني افكها بس انه أوكي. يعني امرات انا يعني بتسائب انه الواحد يفرط له كم قطبه ويرجع يعمل يعني لانه هلا صار الواحد مثلا عنده 10 براويز بالبيت بضلهم عنده سنين بس كل فتره وفتره بغيرهم اذا عم نحكي عن الفريم نفسه كل فتره وفتره ممكن يصبغهم ممكن يخليه فاضي ويعلق فيه اشياء فانا هي الفكره لانه كنت بدي اسالك عن الاكسسوارات نحن البنات عجقتنا بالاكسسوارات فظيعه فمثلا اذا شو الافكار اللي ببالك مثلا لهيك براويز ممكن تحمل اكسسوارات بطريقه مرتبه بالذات الحلقان كل شيء هلا ممكن نعمل كيف لوحه المفاتيح مثلا وحده مثلا يعني صبيه مثلا هيك فارده شعراتها وهيك ونحط هيك مجال للحلاق او مثلا خزانه هيك صغيره بتعملي برا اللي هو التطريز اليدوي وبتفتحيها بيكون اماكن هيك شناقل صغيره للحلاق للاطواء لل خواتم اللي حلو هو. كل شيء بيعبر عن اللي بقلبه اكيد طبعا ويعني بتوقع انه الخيال والابداع ما راح ينتهي بسهوله هيك اكيد وراء الحرفه هي كمان يعني خبايا اكثر وانا متاكد تماما يعني روان انت اليوم باشياء بسيطه بكره راح يعني تطلع الموهبه اكثر واكثر بس روان معلش امجد انا عايز اسالك سؤال من عندي يعني انت بتحلمي توصلي لايه بالشغل ده معارض عالميه هلا انا شاركت اكثر من معرض بس برضه بالمجال بالنادي يعني بالجاليه الاردنيه والحمد لله يعني لقيت هيك انا بقول لك على حلمك انت حلمي اكيد انه اوصل يعني لاكثر نسبه مشاهده واكثر نسبه يدعموني يعني ويشوفوا شغلي اوصل اكثر يعني وخصوصا انه شيء مميز وحلو وفيه طابع خاص فيك يعني خاص بشخصيتك بتقدر تعملي لعائلتك انت اكيد ما رح يكون في نفس البرواز عند عائلة حدا ثاني الصراحه روان حتى انا يعني سوري عادي تفضلي مثلا الثياب يعني مثلا بالكاركترز امرات يعني
يعني تجيكي مثلا قلت لك اللي من الجاليه الاردنيه اللي بوصوني انه مثلا انا بدي هذا الثياب هاي تعملي لي مثلها، فانا بحاول قد ما اقدر اني اطلع نفسها يعني نفس الثياب بالكاركتر نفس التطريز عشان حلو. يعني تحسي انه بشبهك اكثر يعني. حلو حلو روان طبعا يعني ما شاء الله مبين عليكي وطبعا حرفيه متقنه بعملك وابداعك، بنتمنى لك كل التوفيق وشرفتي نورتي. صباح الخير يا وطن. الله يسعدك يا رب، وان شاء الله لنا لقاءات اخرى ان شاء الله باذن الله. نطلع بريك وراجعين ان شاء الله.